لم يسألوا ماذا وراء الموت، كانوا يحفظون خريطة الفردوس أكثر من كتاب الأرض. يشغلهم سؤال آخر، ماذا سنفعل قبل هذا الموت؟ قرب حياتنا نحيا ولا نحيا، كأن حياتنا حصص من الصحراء مختلف عليها بين آلهة العقار، ونحن جيران الغبار الغابرون. حياتنا عبء على ليل المؤرخ، كلما أخفيتهم طلعوا علي من الغياب. حياتنا عبء على الرسام، أرسمهم فأصبح واحدا منهم ويحجبني الضباب. حياتنا عبء على الجنرال، كيف يسيل من شبح دم؟ وحياتنا هي أن نكون كما نريد، نريد أن نحيا قليلا، لا لشيء بل لنحترم القيامة بعد هذا الموت. واقتبسوا بلا قصد كلام الفيلسوف، الموت لا يعني لنا شيئا، نكون فلا يكون. الموت لا يعني لنا شيئا، يكون فلا نكون. ورتبوا أحلامهم بطريقة أخرى وناموا واقفين.